متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي أشارت بشكل أساسي إلى عدة أمور. أولها أنها لدينا كان هطول لأمطار رعدية في المناطق القريبة من قصيم، امتدت لاحقا إلى مناطق قريبة من حفر الباطن، وكانت أيضا بعض الأمطار الرعدية واردة وموجودة في مناطق قريبة من المدينة المنورة. تشكلت سحب ركامية رعدية إلى الشرق من المرتفعات الجبلية في الطائف ومكة المكرمة. هدوء عام في الأجواء كان في المناطق الجنوبية الغربية بعدما سادت أجواء مطيرة خلال الأسبوع الماضي. على الجانب الآخر، عواصف ترابية، موجات كثيفة من الرمال والغبار بدأت تتجه من الحدود الأردنية العراقية والسورية باتجاه المملكة، وذلك نتيجة التحرك المنخفض الجوي الذي يؤثر على تلك المناطق باتجاه الأراضي العراقية. على كل حال، في باقي المناطق سحب من النوع المتوسط والعالي في المناطق غير متأثرة بالأمطار، ذات خلايا غير ممطرة غطت بعض الأجواء بما فيها أجزاء من الدمام والعاصمة الرياض. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة، نبدأها بقراءة توقعات الرياح، والتي أشارت إلى تلك الرياح الشديدة المتوقعة في المناطق الشمالية، والتي أدت إلى إثارة الأتربة والرمال. ومن المتوقع أن تتشكل ويستمر تشكل موجات غبارية على طول المناطق الشمالية، تؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية، وتحد من مدى هذه الرؤية بسبب كثافة هذه الموجات الغبارية. على الجانب الآخر، ربما تنشط بعض الرياح في المنطقة الوسطى، وتصل الأجواء تقريبا نستطيع أن نقول أنها غبار أو أتربة مثارة باتجاه بعض المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، كما تلاحظون مع ساعات يوم أو ليلة السبت على الأحد. ولكن يتوقع أن يكون هناك تقريبا حزام من الأتربة والرمال وعاصفة قد تكون رملية، أو قد تكون عاصفة رملية في مناطق الشمالية المملكة، نستطيع أن نرى حدها هنا. هذه متوقع أن تكون مع ساعات فجر يوم الأحد، وتصل العاصمة الرياض في وقت معين مع ساعات صباح يوم الأحد. وبالتالي يتوقع أن يكون طقس غدا في المناطق الشمالية من المملكة، القصيم حائل، الحدود الشمالية، إضافة إلى العاصمة الرياض وبعض الأجزاء الشرقية، مغبرا، وربما يكون مغبرا بكثافة، ويؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية، وتزيد به نسبة الغبار بشكل كبير في الأجواء. خلال ساعات النهار تنتشر هذه الأتربة المثارة والموجات الغبارية باتجاه مناطق أكثر جنوبا وغربا مع اتجاه حركة الرياح، بالإضافة لبعض المناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. هذه الخرائط بالنسبة ليوم الاثنين، تبقى الرياح نشطة، وبالتالي تبقى الأتربة المثارة موجودة في الأجواء ولكن بصورة أقل، وتنتقل إلى مناطق أكثر جنوبا، ربما تصل إلى المناطق الجنوبية الغربية من محافظة الرياض. توقعات الهطولات المطرية، كما شاهدنا اليوم كان لدينا بعض الأمطار في مناطق القصيم وحفر الباطن وأجزاء المدينة المنورة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجبلية الوسطى في المناطق الغربية. كما تلاحظون هذه الأمطار كان جزء منها رعدي غزير في بعض الأنحاء، وكان بصحب جزء منهم برياح قوية خلال ساعات النهار هذا اليوم. مع ساعات المساء يتحرك هذا الحزام الممطر الرعدي قليلا نحو الجنوب، تبقى فرص الأمطار واردة في كل من القصيم ومناطق من حفر الباطن والأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة، وربما تسبق بسرعات لرياح كبيرة تثير بها الأتربة والرمال بشكل لافت. تستمر فرصة الأمطار في ساعات من بعد منتصف الليل في ذات المناطق مع تحرك بسيط أيضا للجنوب، تبقى الأمطار حاضرة كحزام مطر ما بين العاصمة الرياض ومنطقة القصيم. أما نهارا فتخف غدا فرص هطول الأمطار كما تشاهدون، لكنها تنتقل إلى مناطق أكثر جنوبا في ساعات النهار، تكون في هذه المنطقة. أما في ساعات ما بعد الظهر والعصر تنتقل إلى العاصمة الرياض، وبالتالي يوجد فرصة لأن تشهد العاصمة الرياض بالتزامن مع الأجواء المغبرة غدا فرص لبعض الأمطار. تعود من جديد فرص الأمطار الرعدية على أغلب المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وبالتالي غدا الفرصة متاحة من جديد، تعود فرص الأمطار للمرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، وكذلك أن تبقى الفرصة متاحة في مكة المكرمة وفي الطائف بالرغم من عدم حدوثها اليوم، ولكن الفرصة ما زالت متاحة غدا لأن تعطل بعض الأمطار الرعدية على طول هذه المرتفعات الجبلية بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى يوم الاثنين، تبقى تعود مرة أخرى تخف فرص هطول الأمطار في المناطق الجنوبية الغربية، تعود من جديد وتبقى بالأحرى في المرتفعات الجبلية أو الوسطى من المناطق الغربية، وتمتد بعض من الزخات الرعدية غربا شرقا عفوا لتصل أجزاء من محافظة ومدينة الرياض حتى يوم الاثنين، ولكن الطابع على الأغلب لن يكون رعديا بالنسبة للعاصمة الرياض بمشيئة الله تعالى.
انتقالا للأحوال الجوية هذه الليلة. إذا طقس مغبر بالدرجة الأولى، تزداد كثافة الغبار بشكل كبير مع ساعات صباح يوم الأحد. هناك فرصة لبعض الأمطار بالرغم من ذلك أن تصل إلى العاصمة الرياض، درجة حرارة صورة 27 درجة مئوية. غدا نهارا نستعرض معكم درجات الحرارة والأحوال الجوية في مناطق المملكة بدءا من الشمال، في الجوف في سكاكا 29-18، لكن طقس غدا مشمس أخف من اليوم، عرعر من ناحية الغبار أقصد، عرعر 29-18، أجواء غالبا مشمسة، تكون هناك فرصة للتربة المثارة. في تبوك من 31-18 مع طقس أيضا مشمس بوجن على المناطق الغربية من المملكة. في المدينة المنورة 37-28، أجواء غالبا غائمة، تضعف فرص هطول الأمطار غدا في المدينة المنورة. في جدة من 36-26، في مكة المكرمة من 40-29 درجة مئوية، تبقى الفرصة متاحة لأن نرى في أمطار رعدية في مكة المكرمة. كذلك في مرتفعات الطائف من 32-22 درجة مئوية. تعود فرص الأمطار الرعدية غدا على مرتفعات جنوب غرب المملكة، تكون في أبها من 29-19، في الباحة من 27-22 درجة مئوية. أما في جازان كونها مدينة ساحلية 38-33 مع أجواء حارة بوجه عام. في الإحساء غدا 42-27، يتوقع أن تصل أجواء مغبرة بكثافة مع ساعات العصر والمساء. في الدمام غدا أيضا طقس مغبر بوجه عام 40-27، طقس مغبر بكثافة في حفر الباطن من 34-24 درجة مئوية. بالنسبة للعاصمة الرياض غدا السمة الأساسية طقس مغبر، يوجد فرصة أمطار ولكن السمة الأساسية طقس مغبر وقد يكون بكثافة من 41-27. طقس مزعج غدا في العاصمة، ننصحكم بالإكثار من السوائل والمرطبات هذه الليلة للتحضير للطقس غدا. في القصيم تبقى فرصة مهيئة للأمطار الرعدية، والطقس أيضا مغبر من 38-25، أما في حائل فالطقس سيكون يعني معتدل من 31-20 درجة مئوية. انتقالا إلى الأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاث أيام القادمة، إذا غدا 41-27 مع أجواء مغبرة، بعض الأمطار متاحة يوم الاثنين كفرصة من 37-24، أما يوم الثلاثاء فالطقس مستقر بوجه عام لكنه حار، 37 نهارا 25 درجة مئوية في ساعات الليل. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية، تابعونا في نشرة أخرى، النشرة الجوية الأسبوعية كما عودناكم، نتحدث عن بقية أيام هذا الأسبوع وبالتفصيل في مناطق المملكة. لا تنسوا دائما تحميل تطبيقنا الإلكتروني أو زيارة موقعنا الإلكتروني أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.